الاضطرابات النفسية لمواطني الدول الأوروبية، باتت تلك الدول تعيش أسوأ أيامها وسط خوف من مسلح قد يقتحم مسرحا أو قطارا أو مطعما. هذا الواقع عاشته دول غربية مرارا، خاصة ألمانيا التي شهدت خلال الأسابيع المنصرمة أكثر من حدث أمني إرهابي. ادعت الشرطة أن أشخاصا مضطربين نفسيا يقفون خلفه. آخر تلك الحوادث ما جرى في مدينة ساربوركينغ غرب ألمانيا إثر اقتحام مسلح لمطعم في المدينة وتحصنه في الداخل. وسائل إعلام ألمانية استبقت نتائج التحقيق ورجحت أن المسلح يعاني من اضطرابات نفسية دون إيراد مزيد من التفاصيل عن الحادث. ما يجري في ألمانيا صورة مصغرة عن الواقع الذي تعيشه القارة الأوروبية بالمجمل، في ضوء الاعترافات التي أدلى بها معتقلون في بعض السجون الأوروبية ممن قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي، والذين أكدوا على وجود مجموعات إرهابية في النمسا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا. بعضهم كانوا معتقلين سابقاً لدى أجهزة الاستخبارات الغربية. في ضوء ازدياد معدل الهجمات الفردية التي يقوم بها مسلحون داخل الأراضي الأوروبية، يتضح عجز سياسات تلك الدول في منع الإرهاب من ضرب أراضيها مرة أخرى، سياسات ستبقى قاصرة وعاجزة.